أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا رب اغفرنا يا حبيبي يا ربي اللي جمعتنا في هذه الجمعه والساعه ساعه استجابه. جمعنا قدام حبيبنا رسول الله. الله يرحمنا بالمرحوم فينا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. الله يجعل الناجي فينا ياخذ بيدي خوتهم. الله يرحم والدينا ووالديكم. كاع اللي راه يتعذب من امه محمد اللي مات صلاه الله يرفع عليه العذاب. واللي راه في الرحمه الله يزيد له رحمه على رحمه. الله يشفي مرض المسلمين. يفرج كرب المكروبين. اللهم يا مغيث واغثنا. اللهم يا مغيث واغثنا. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. العريس عمر اللهم يا رب اجعله عريسا في الدنيا وفي الاخره. بارك له في ايمانه ودينه وصحته ورزقه وفي حركاته وسكناته. اللهم بارك له في اهله وبارك لاهله فيه واجمع بينهما في خير. اللهم اعطهما لا تحرمهما، زدهما لا تنقصهما، اكرمهما لا تهنهما. اللهم اهديهما ويسر الهدى لهما. الله يقلع الشوك من الطريق ديالهم. نطلب الله تعالى يجعله زوجها في الدنيا وفي الجنه، وان يجعلها زوجته في الدنيا وفي الجنه. اللهم ادم بينهما وادم عشرتهما. نطلب الله تعالى يرزقهما الذريه الطيبه الصالحه التي تعبد الرحمن وتهارب مناهج الشيطان. واللي ماشي مزوج هنا وعين يزرقوا الله يزوجوا، ولكن بلغ الكبر هنا. بلغ كان شي اللي ماشي مزوج هنا. خويا انت ماشي حتى واحد ماشي مزوج هنا. فرغ. سوا مسكين واحد صغير. واخا سيدي. اللي مزوج وما عندوش الولاد الله يعطيه الولاد. اللي عنده الولاد الله يصلحهم. اللي عنده وحده الله يزيد له الدوزيام. يبك يبك يبك. شفتوا شحال الناس هو فازهم. انت وليد عفريت. راك خارج بالجن بلا شر. اللي عنده زوج بغى الثالثه الله يزيد له الثالثه. مالكو؟ واخا سيدي انا ما حضرتش. انا ما حضرتش وما قلتش. اللي عنده شي مراه يتهلا فيها بالسلام. خيركم خيركم لاهله. وصلى الله وسلم على حبيبنا. هذا السي عمر ان شاء الله تبارك وتعالى هذا اللي جمعنا في هذه الليله. الله يجمع لكم الخير. وجمعنا ان شاء الله في العرس وفوقاش في ديسمبر. هذا هو اللي قال له نعرك في ديسمبر باش ندير لك الساكو. الساكو تاع الرز والساكو. بالبارد مع التشيشه في النهار اللي يكون فيه 5-0 الثلج. انت كي صراتي كيسكو سكسا. ايوا سيدي الحمد لله الحمد لله. أنا بالعاني كملت إن شاء الله الآيات نتاع أواخر سورة الفرقان اللي قرأ السي خالد. لأنني بإذن الله تعالى حينما أريد أن أتناول كلمة أتحير. فاختيار الموضوع هو أمر صعب جدا. وبكثرة ما يتكلم الإنسان بدون عمل كهذا العبد الباثل أمامكم فإنه يتحير كثيرا ولا يريد إن شاء الله أن يتحدث ويتحدث ويتحدث. ويكون حظه من الحديث هواء ويكون حظ المستمعين هواء. اللهم اجعلنا من الذين اذا استمعوا ان شاء الله تبارك وتعالى يستمعون القول فيتبعون احسنا.
أسيدي في آخر إن شاء الله تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن من سورة الفرقان، يقول تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه فلسفة الإسلام في بناء الأسر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القضية قضية إمامة في الدين، القضية قضية مقصد ألا وهو التقوى، أن يصير الإنسان متقيا ربه، وأن تكون المرأة عون للزوج على تحصيل التقوى، وأن يكون الزوج عونا للزوجة على تحصيل التقوى لتربية وتكوين مجتمع المتقين. ألا إن التقوى هي سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وآيات كتاب الله المنثورة بين دفتي المصحف تنطق بذلك. ما يشقش على هذا، جعل له القرآن يعرف للتقوى هي كل شيء. لا إله إلا الله. أولا هذه إن شاء الله من صفات عباد الرحمن. قال لك سيدي، قال لك الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يبتون سجد القيامة، الذين يقولون اصرف عنا عذاب جهنم، الذين إذا أنفقوا في الإنفاق يتوسطون، الذين لا يدعون وإذا كانوا يعصون فلا بد أن يسارعوا بالتوبة لكي يكونوا عند الله من التائبين، والذين لا يشهدون الزور، والذين إذا ذكروا بآية ربهم إنما ينبغي أن يستعملوا عقولهم للتفكر في آيات الكتاب بالمنظور والمسطور، ثم بعد ذلك ربنا الدعاء هذا كل شيء للمسائل الأخرى خدمة، وهذا دعاء. فيتميز عباد الرحمن بكونه عباد لله قبل أن يكونوا إن شاء الله أصحاب السلوك والأخلاق. فالأخلاق إذا لم تكن مبنية على مراقبة الله وتقوية الإيمان وجانب العبادة، كل خلق لا يبنى على الإيمان والعبادة، اعلم أنه مزيف وستظهر حقيقته عند أول اختبار. هذا معروف. شحال قد تجم أنت تضحك للناس وكذا وأنت القلب ديالك مريض. ألا إن علاج القلوب في مسألة العبادات، ألم تقرأ الحكم التي شرع الله لأجلها العبادات؟ ألم يقل الله في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومتى كانت الصلاة تنهى؟ هل رأيتم ميتا يقوم من قبره لينهك عن المنكر إذا عكفت عن المنكر؟ الميت ميت، إنك لا تسمع الموتى، لا ينهاك إلا الحي. والصلاة إذا كانت ميتة لا تنهاك، فكثرة الركوع والسجود والخفض والرفع ليست علامة للصلاة، فالصلاة معناها صلة القلب بالله واستحضار الله تعالى وتعظيمه. بل إن الله يقول في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون. ما معنى دائمون؟ إن الإنسان خلق هلوعا، هذا هو الطبيعة الإنسان، إذا مسه الخير منوعا، إلى أن تقول غير مكاش سبك الميم، وإذا مسه الشر جزوعا غير يزكي بحال البزيز. واستثنى هذه الفئة إلا المصلين، لا يجزعون عند الفزع ولا يمنعون عند الخيرات. شكون هما؟ إلا المصلين. شكون المصلين؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. أتدرون ما معنى على صلاتهم دائمون؟ سألت بعض الناس عن هذه الآية فقالوا: يديمونها، أي يحافظون عليها ولا يتركونها. لو كان الأمر كذلك لقال الله: على صلاة يحافظون، كما هي في الآخر، الآخر تحت الصفة تفسير: والذين على صلاة يحافظون، أو في سورة المؤمنين: والذين على صلاة يحافظون. لا، هذه دائمون. ما معنى دائمون؟ ما معنى دائمون إن شاء الله تبارك وتعالى؟ ما معنى دائمون؟ ديمومة الزمني، ما معنى دائمون؟ استمرار، كي يستمر، كي اللي يستمر وهو ليس دائم على الصلاة، يحافظ عليها وليس دائم، دائم الصلاة. فدائم الصلاة معناه أن روح الصلاة التي أخذها وهو واقف بين يدي، أثر الصلاة يخرج معك في الحياة، فتكون في كل الأرض كأنك تصلي، أي أثر الصلاة
بصلة القلب بالله في الصلاة الحقيقية، إذا خرجت خارج المسجد يبقى أثرها في قلبك، فتستشعر كأنك في المسجد خارج المسجد. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق في المساجد، هو راه برا وقلبه في الجامع. ما معنى هو برا وقلبه في الجامع؟ برا يتعامل مع الناس وفق شريعة الله، ولكن يراقب الله في المعاملات. فكم من إنسان مؤمن صارت صلته بالله دائمة وليست مقتصرة على كونه يصلي في المسجد، لأن العلمانيين يريدون تفسير العبادة هي بعلاقة العبد بربه أي في المسجد فقط. فالصلاة التي تصليها في المسجد وليس لها آثر في تزكية قلبك وتزكية خلقك وسلوكك وتنهاك عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الحية، ولا تكون حية إلا بإدامة أثر الصلاة الذي أخذته في المسجد وأنت تركع وتسجد. كاين واحد يبيع في الحانوت، لمنين يدخلوا وما تغرش الفلوس، قلبه فيه الصلاة يراقب. وكاين اللي ساجد في المسجد وقلبه يسبح في محراب الشهوة، كاين اللي يصلي ويستحضر المرأة ويستحضر الهواء ويستحضر الكريدي ويستحضر كل شيء. هذا واخا يصلي هو لا يصلي، هو يصلي لا يصلي، أن يصلي فيما يراه الناس شكلا، أما مضمونا مضمون الصلاة روح الصلاة يفتقدها. وهيك قال سيدي ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر، لأن في الصلاة يبقى ذكر الله. أنت ما وقفت بين يدي الله إلا لذكر الله، فإذا خرجت من الصلاة وهي ذكر، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، أي أن الصلاة ذكر، ولكن ذكر الله خارج الصلاة أكبر، وهو الروح الذي تأخذها في قلبك باستحضار ربك خارج الصلاة تصل لك الدرجة نتاع الإحسان، كأنك تعبد الذي يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يراه فهو يرى، إما أن يعبد الله على جهة المشاهدة أو على جهة المراقبة، هذه منزلتها. إذا شوف أنت هذا الخصلة في التالي واسمه جاد، جاء الدعاء. أدعي يا أخويا أدعي، وأنت بغيت تتزوج وما تدعيش أدعي سيدي ربي يكرمك، لأن أخطر خطوة في الحياة هي أن تختار المرأة، فإنه ما استفاد العبد بعد تقوى الله من امرأة صالحة مصلحة إذا نظرت إليها أسرتك. ما معنى إذا نظرت إليها أسرتك؟ شكون يقول لي ما معنى إذا نظرت إليها أسرتك؟ شكون يقول؟ شكون؟ زعما زينة؟ زينة؟ راك عايش معها خرب صافي قاعد راك تطلعش. إذا علاش ما معنى إذا نظرت إليها أسرتك؟ ماذا ترى فيها؟ ما الذي يدخلك السرور فيها وأنت تنظر إليها؟ ما نظرت إليها إلا وجدتها عاكفة على تقرب إلى الله بأجل وبالعمل. الله أكبر الله أكبر. حينما تزوج عبد الله بن أبي وداعة رباب بنت سيدنا سعيد بن المسيب التي رفض أن يزوجها للوالد الوليد بن عبد الملك أعظم خلفاء بني أمية الذين فتحوا كاشغر في الصيف وفتحوا الأندلس، وقالوا ما نزوجها لك، زوجها لها الفقير. فلما أخذ ابنته هاته ودفعها إلى زوجها، قالها الرجل عبد الله ما كنت أتوقع حينما سألت من بالباب، ما كنت أتوقع أن هذا سعيد يخرج من المسجد، فخمسين سنة ما خرج من المسجد وقت الصلاة أبدا، وإنما يتوجه الناس إليه ويقصدونه في مجالس العلم، ما يخرج ما يخرج ما يخرج. رضي الله عنه من فقهاء المدينة السبعة. حينما أعطاه هذه الفتاة أعطاها لصلاحه، وكان يتمنى أن لا يشغل أبدا، فقد زوجه زيد لكي يتفرغ للعلم. يجي ساعة وجلس النهار الأول ما جاش والثاني ما جاء، أعطيناك 10 أيام هسي يا عمر، أعطيناك 15 هسي يا عمر، أعطيناك 20 هسي يا عمر، أعطيناك 30 هسي يا عمر، شهر 10 شهر 3 شهور
ما جاش. فقال سعيد: زوجته الفتاة حتى يستعيد بها على طاعة ربي، وإذا به يترك مجالس العلم وخرج للمرة الثانية في حياته من مجلسه، وتوجه إلى نفس المكان الذي توجه إليه في المرة الأولى، وأطرق الباب وسمع وهو يقول: من؟ قال سعيد. قال: وهذه المرة الثانية لم أكن أتوقع ولا أستحضر ولا دار بخلدي أن الذي يدق الآن هو سعيد. ففتحت فوجدته سعيد بن المسيب المرة الثانية يخرج من مجلسه، فسلم عليه فرد السلام وقال: يا أخي، زوجناك حتى تتفرغ للعلم، رأيتك 3 أشهر غبت عن مجالس العلم، فتنتك، كنت سببا في فتناتي، لأن الناس كانوا كيشوفوا في الواحد ما يبقاش يتعلم، ما يبقاش يقرأ القرآن، ما يبقاش، هذه فتنة، هذه فتنة، حسبت فتنة حتى إن شاء الله تخرج الطريق ولا، كيف ما تبقاش تقرأ القرآن عندك المصحف وعليه التراب، وتظل أنت مع البورطابل، ماشي هذه فتنة، ولاد كل واحد عنده بورطابل بالله على روحه. وكان ابنه في معزل، ما معنى معزل؟ اعتزل والداه، بالله على روح الباب. الآن أصبحوا يربون أولادكم في بيوتكم، يسرقون الأولاد عن طريق هذا. هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال: يا شيخي، كيف تريد مني أن آتيك إلى جلستك ومجلسك العلمي وقد زوجتني ابن ذلك؟ هتقولها؟ قال له: هتقولها؟ قال له: على رسلك يا شيخي، كنت أحتاج لقصد مجلسك لأنني لم أكن أجد وسيلة أخرى أتعلم، أما وقد زوجتني ابنتك فابنتك تحمل علمك كله، الآن أنا أتعلم تلميذ عند ابنتي، أنا لا أحتاج أن أخرج، أنا لا أحتاج أن أضيع وقتا في طريقي إلى مجلسك، وقد قاد الله تعالى هذه المرة العالمة المؤمنة الصادقة. يا ذاك الزمان، هذاك الزمان، المرأة إذا نظرت إليها أسرتك. دخل عليها أبوها قبل ما يزوجها، قلت له: يا والدي، لقد جئت في وقتك. قال: ماذا؟ قالت: وأنا أقرأ كتاب الله تعالى، أنا حفظت القرآن وفهمته كله، إلا هذه الآية وقع لي إشكال وأردت أن أستوضح منك يا أبي. قال: ما هي الآية؟ قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يا أبتي، لقد عرفت حسنة الآخرة هي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال: هي المرأة الصالحة، أعظم حسنة الدنيا للمرأة الصالحة. النبي يقول: أربع من سعادة العبد في الدنيا، الأولى المرأة الصالحة، والمسكن الفسيح، والمركب الهنيء، والجار الصالح. إلى عندك هذا وعندك إن شاء الله تعالى. يقول لك: ادعي 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 ادعي، ما زال وخا ما زال ما تزوج، دائما في السجود تقول: اللهم إني أسألك زوجة تسوقها إلي من غير حول ولا قوة مني، مؤمنة تقية تعينني على أمر الدين والدنيا والآخرة، وتدعو دعاء سيدنا داود حيث كان يقوم في الليل متأوها ويناشد ربه في الثلث الأخير ويقول: اللهم إني أعوذ بك من امرأة سيئة الخلق تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يصير علي سيدا. يا سيدي، راه المرأة اليوم راه تولي ما نهضرش عليها، كاع القانون ما عطانا داكشي، القانون دروك راه المرأة اللي ما تخافش الله، اللي ما تخافش الله، ولذلك فضفر بذات الدين، اللي ما تخافش الله تعالى، ما في أوروبا ولا داكشي، هاك يا ولدي. واش تعرفوا باللي كاين 3 المقاصد تاع الدولة العميقة التي تريد أن تشيعها في العالم، واسمها 3 المقاصد؟ واش تعرفوا فين راكم عايشين لكي يكون الإنسان بصيرا بزمانه؟ وسموا 3 الأهداف ديال الدولة العربية: إشاعة الإلحاد في بلاد المسلمين، وقد رصدت أمريكا 500 مليون دولار
ثم الآن أصدرت بإذن الله أوامر لتلك الدول لكي توظف الملحدين في المجالات الحيوية، خاصة المجالات التي تعتني بتشكيل عقولنا. هذه واحد ست سنين جاي واحد السيد من المكناس كان يدير رسالة تاع الدكتوراه يتكلم عن الإلحاد والمستقبل تاع في البلاد، جا عندي وتكلمني عن أمور كثيرة. هذه الأولى. والثانية واسمو هي؟ الثانية واسمو هي إن شاء الله؟ زين؟ تقنين المخدرات. القضاء على العقول. والثالثة واسمو هي؟ نسونة الرجال وترجيل النساء ومصادمة الفطرة. إذا كان في كندا وكاين الآن في السويد قوانين أن كان بكري كيديروا 18 عام على ذلك الحق تبدل الجنس ديالك إلا بغيت، من بعد ردوها 12 والآن ردوها 4 سنين. يعني 4 سنين يقول لك كتب السكس نتاعك، كيجيو عند البنت يقول لها أنت يا ربما تكون عندك ميول ذكورية وكذا وكذا وكذا، فإن رفض الوالد حكم عليه قانون 5 سنوات سجنا كما وقع لذلك المسلم في كندا. 5 سنين. فرحنا غاديين. اذا هذا دعي الله دعي الله دعي الله يسلك، ما يعطيكش حاجه. اذا نظرت اليه اصرت، اذا امرتها قلبي اطاعت، اذا غبت عنها حفظتك في نفسي وفي مالي. والذين يقولون في المضارع يدل على هذا، على ان هذا الامر يستمر حتى يموت. شو قالوا؟ يقولون يبقوا دائما يا رب يا رب، حتى واخا زوجو واخا زوجو يا رب يا واخا ديتها شويه باش احتلت الماء، ادعي ادعي ادعي. جا واحد السيد عند خويا الله يرحمه قال له يا محمد الله يجزيك بخير، جيت اشكو اليك امرا اريد ان يبقى بيننا. قال له لاحظت اعوجاجا في سلوك زوجتي على حين غره. قال عليك بالاكثار من هذا الدعاء في الثلث الاخير، ربنا هب لنا من ازواجنا. قال فذهبت ادعو، فجاءه بعد شهر فقال سبحان الله انسكبت السكينه في البيت وطردت الشياطين. الله اكبر. اذا ربي هو اللي بده الحلو. اذا كان الدواء العشاء ولا اقول له رياض انا ركاف انا من نهضر ربما ما تقاش الرياض ولا مريض. ابشر زيد ولا غير. الى العشرة ابشر ولا شي حاجه اخرى. والذين يقولون ربنا، الله أكبر الله أكبر. الدعاء يا أخي، الدعاء والعبادة، ادعوني أستجب لكم، وخاصة إن شاء الله تبارك وتعالى الإنسان يعمر مليح ويصفط. أقصر مسافة مع طولها شكون ديال الدعوة؟ ليس هنالك أسرع من الدعاء. فأنت تدعو في الأرض ويخترق السبع الطباق، معنى السبع الطباق أبواب السماء السابعة يسمع لها زيغ قع قع حتى يقول الملائكة الله أكبر، هذا يدعو يعرفون اسمه. ربي يقول الله أعطيه ولا ما أعطاكش، عرف إلا اللي أعطاك. إذا منعك فالمنع هو عين العطاء، لأنه إذا رأى أن العطاء سيفتنك فإن الله ما كان ليفتن العبد، يصرف على عبده ما يظن العبد أن فيه الخير. قال تعالى في كتاب في سورة الإسراء ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، إذا يا ربي زوجني فلانة، يا ربي هو ما يزوجش فلانة لأن عارف لو كان يدي فلانة غادي تكون سبب فتنته وخروجه من الإسلام. ويقيض ويقزقوا انا ويسكتوا يقول لا انا بغيتها وما رانيش الناس. ما تنعس، اللهم ما تنعس وتصبر وبالله عليك الصبحه ولا تمشي تديها وانت تحبها بزاف حتى تقطع بلاها. لا تحبها بزاف، القلب تاعك خليها لربي، قلبك خليها لربي، المراه ديالك الموده والرحمه، حبك لزوجك يمتح من حبك لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله ربي ولا أشرك. ما أحلى تمام ربي، ما احلى كلام ربي. الله اكبر. والغنى يقول دائما، ادعي دائما، فاللي ما يدعيش يطيح في الحرام. لا، يعرف الله في زيت الرخاء، يعرفك في الشده. والذين يقولون ربنا هب لنا واسمه الهبه الواش، يقول اسمه هي الهبه، اقول لي واسمه هي الهبه، والسيد كيمشي وهب لواحد السيد، واسمو هي الهبة؟ هي نحلة بغير عوض، عطاء بغير عوض. نمشي نوهب مثلا واحد السيد يوهب لبنتو شي دار ولا، بلا عوض يكتب لها هبة. زيد سيدي الهبة واسمو هي نحلة أو عطاء بغير عوض. بنادم من يعطي البنادم؟ يعطي له بالعوض ولا بلا عوض؟ قول كان لي منان من اللي يعطيك هو يذكرك، اعطيتك وانا هضرت لك ولوكان ما انا ولا كان هذا يكرهوا الصدر. ثلاثه لا يضر منهم المنان، زيد والمؤمن اللي يعطي لله، زيد يعطي بعوض ولا ما يعطيش بعوض؟ قول واش يعطي بلا عوض؟ هو يخاف الله واعطاك لله، لله اعطاك بعوض ولا ماشي بعوض؟ قول لي ها بليون اعطاك بعوض واش هو العوض؟ وجه الله لا خير، الحاج الحسن غير ذاك اللي منان يعطيك بعوض ديال الدنيا ويبغي ان شاء الله يبين وكذا، اما المؤمن يعطيك لو كان ما كانش ربي يعطيه على العطيه اللي تعطيه ما يعطيش. فهمت شنو؟ اذا كل شيء كيعطيو بالمن، ولكن الله تعالى الى اعطى الله تعالى يطلب منك العوض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، ولا يمن من الله به عليك. الهبة هي يعطيك ربي بزاف وما يمنش عليك. قول لي في القرآن إن شاء الله تعالى فين مذكورة الهبة؟ فين مذكورة؟ يهبوا لي من يشاء إناثا. لا نبديو من الأول، الهبة اللي يعطيهم لك الله تعالى بغير عوض، الهبه الاولى واسمو هي؟ قولوا لي. الله اكبر، الهبه واسمو هي؟ والله اسمع اسمع اخويا، الهبه الاولى الا اعطى لك هذه صافي اعطاك ان شاء الله تعالى كل شيء. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ربنا ابلنا ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة. الهبة الأولى وشوية الإيمان الصدق. الله أكبر، إذا أعطاك ربي الإيمان أعطاك كل شيء. كان سيدنا النبي يدعي سيدنا ربي يقول يا من وهبني الإيمان قبل أن أسأله هب لي الجنة وأنا أسألك. وهبتني الإيمان أي عطاء بغير عوض. شكون أنت اللي اختارك سيدة وعطاك الإيمان وسبع ملاير ولا ست ملاير كلهم مشركين؟ مليار و 800 مليون مسلم و 6 مليار إن شاء الله كلهم ولا عوض. كان اللي يعبد الفار، كان اللي يعبد البقرة، كان اللي يعبد السماء، كان اللي يعبد الشجرة، كان اللي يعبد الهواء، كان اللي يعبد القرد، كان اللي يعبد غير أنت اللي كتعبد سيدة ربي وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا 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 انت ان شاء الله تبارك درت العود معه؟ لا هذا ماشي من عندك انت، هذا هبه هذه. والله الذي لا اله غيره، لو انك سجدت على الجمر مذ خلقك الله تريد ان تشكر الله على ام النعم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ما اديت لله حق الشكر على ان هداك ووهبك الايمان. هذا الايمان، اذا عندك الايمان تنجح ولا ما تنجح ان شاء الله في الزواج. الركن الاول ديال النجاح ديال الزواج اسمه هو الايمان. الايمان هي مؤمنه وانت مؤمن، مجتمعين على وحده في المرجعيه. اما الا انت الديار على من؟ على الكويطات؟ عند الكويطات بالسر. ولا ديتها على ف
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته للدنيا لنصيب امرأته انكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ما تزيد هذا هذه الهبة الأولى. الهبة الثانية ديالش في القرآن، قولوا لي الهبة الثانية واسمو هي، يقولوا لي الهبة الثانية واسمو هي، أكو قلتوا الولاد الأبناء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم عقيمة. كاين اللي ما عطاش ربي الولاد يعطيلو شي واحد الوليدات. واحد السيد أنا عيا باش يطلب الوليدات ومشى لسيدي فلان ومشى لسيدي فلان وفتالي قالوا له بغيت ربي يعطيك الولاد خصك تشرب الواد الحار. شرب الواد الحار وداوه ديريك يدير له عملية، شرب المرجة ديال الواد الحار. مش هذا ربي هو يعطي، ربي هو يعطي. قالك روح عند سيدي فلان، سيدي فلان عنده كراج ديال الوليدات. الله تعالى هو اللي عنده الوليدات. هذا اللي ما عنده لا مرا ولا والو يقول يا رب ارزق لي الوليدات، هو مازال ما تزوج. كي تسميوه هذا؟ كي تسميوه العلماء؟ هو مازال ما تزوجش يقول يا رب اعطيني الوليدات، كي تسميوه هذا يوارث؟ معتدي. ولكن الله لا يحب المعتدين. هذا الاعتداء في الدعاء. هذا الاعتداء. هذه الثانية الوليدات، والثالثة واسمو هي؟ اللي مزيانة واسمو هي؟ مزيانة واسمو هي؟ هي الزوجة. هب لنا من أزواجنا. والربعة واسمو هي؟ الربعة واسمو هي؟ شوف هضر الهبة، هضر غير على الإيمان، هضر على الوليدات، وهضر على الزوجة. ولكن سيدنا 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 سليمان هو اللي قال ربي زيد هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت. هذا ما تدعيش أنت، أنت غادي تدعي هكذا. سيدنا النبي قال لك لا ما تدعيش الدعاء تاع سيدنا، تقول مثلا هب لي واسمه، هب لي واسمه الحاجة تاع الدنيا وتقول لها بولي ولا أراك قبل ما تزيد راه كتب لك الله تعالى الرزق ديالك. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تهنى مع راسك الأجل، أنت تمشي عندو بصح الرزق يجي تبعك. غير تهنى مع راسك، دير أنت غير أسباب، دير الأسباب توكل على الله تبارك وتعالى صافي، وتكون تعرف تسد ربي في هذا المجال. الآن سيدي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. واسمو هي القرة ديال العين؟ واسمو هي القرة ديال العين؟ واسمو هي القرة ديال العين؟ القرة ديال العين واسمو هي؟ مومو ديال العين. مومو الزوجة ديالك هي مومو ديال العين، الوليدات هي مومو العين. يعني بهم تشوف. ما معنى بهم تشوف؟ يعاونوك على الدين، يعاونوك على زيد استنارتي في طريق الهداية. قالك سيدي النبي لا الراجل الناس وناط المرأة في الليل وبشات توضات والراجل تاعها مازال يشخر في الليل، فتأتي بالماء فتنضحه على وجهه إذا لم يرد أن يستيقظ، فيصلي بها ركعتين يكتبان عند الله من الذاكرين الله كثيرا. وأيضا الزوج الذي يريد النور، يريد النور تاع بصيرة مش البصر للزوجة، إذا تعرى في الليل واستيقظ فإنه يعمد إلى زوجته فيوقظها بلطافة وحكمة، فإن لم تستيقظ يأتي بالماء فينضح الماء على وجهها، لأن تلك الساعة لا يستيقظ ولا يوقظ لها إلا من أحبه الله. وقد قال لي أنا أديت المرأة حساب لي أنا شغل غادي تنبضني الفجر، قلت له أنت قاعد تنوض ولا بالضبط؟ حتى هي كانت حساب لها بلي أنت غادي تنبضها الفجر. هي دايته ناوية بلي هو غادي ينوضها الفجر، هو دايها ناوية هي اللي تنوض الفجر، الساعة يشخروا من نوضوها لا تخرج. قاش يلطف شي ليل القادو صرتي دهب السلام ها شادي يذهب لنا من زواجنا وذرياتنا زوج قرة تاع ممو. منين تبقى تبكي انت؟ منين ينزلوا الدموع الوقت؟ الدموع منين ينزلوا؟ من ممو العين من فوقاش تعرف باللي ان شاء الله تبارك وتعالى هذا الدموع ديال الفرح ولا ديال الحزن. فوقاش منين ينزل بال عرفا الا قرة العين وليداتك فرح. يجيك واحد الخبر على ولدك بدا مهندس، ولدك ايوا مزوجتك دارت كذا، تفرح كي يجي يعطيك واحد الخبر يقول لك والله الزوجه ديالك تبارك الله عشت كل شيء هاد الناس في هاد النهارات وكلتهم في 27 ودارت ودعوا لها الناس الله الله الله. انت شدت الفرحه ان شاء الله تبارك وتعالى العينين ديالك يبقاو يسيلوا من الملبات ولا بقاو يسيلوا بالملحمي وامشوا واللي كرافات منها كيزابوط راه دارت
المناظر كراها غير قرة عين تفرح تفرح المرأة والمولد. اسمع اسمع. وجعلنا للمتقين إماما. القضية قضية إمامة في الدين. الأسرة من الوسائل التي يطلب الإنسان عبرها الإمامة في الدين. واسدي رادع وراء ناضت ورام يقول يتحركوا. هنالك حركة مريبة وغريبة هنالك. فلا يسعنا إلا أن نقول بارك الله للسي عمر وبارك علي وجمع بينكم في خير. اللي مش مزوج الله يزوجه. والله تعالى على وعلم. فإن كان الذي قلته فيه بعض الصواب فلله الحمد والمنة. وإن كان الذي قلته وهو حتما مليء بالسقطات وهي كثيرة فذلك من نفسي ومن الشيطان. والله ورسوله بريء من كل ذلك. وأعوذ بالله أن أقول على الله ما لم يقول. وصلى الله على الحبيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كاميرا يدوس هنا. بارك الله فيك يا لجنة مالك هذيك الظالمين. بلا تذلي بلا تذلي والدين. زوج جزعنا ابويا والدين. هل يجوز للمرأة شوف هذا السؤال. هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة على والدها وإخوانها إذا ماتوا وعمامها وخوالها؟ نعم يجوز لها. وهل يجوز أن تقبلهم من يموتوا؟ يجوز أن تقبل عمها لأن هذا من المحارم وهي حائض. وهي حائض لأن النبي يقول إن المؤمن لا ينجس. ادخل عليه وتسمي واخا حائض يا باشا.